نرحب بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة ومن يجدها. خليني كده نبدأ كلامنا ونقول مبروك مبروك لينا كلنا ومبروك لمصر وحاجة وفرحة. البلد كلها امبارح كانت بتفرح ولسه الفرحة لغاية لحظتنا دي مستمرة. عارفة يمكن احنا برنامجنا بعيد شوية عن جو الرياضة، لكن الحقيقة اللي حصل امبارح وكل الأجواء ملهاش علاقة بس بالرياضة، لكن دي مصر، فمبروك لينا كلنا. هنبدأ معاكم حلقتنا حالا. مبروك يا ميرفت. مبروك يا سالي. عاملة ايه؟ الحقيقة كان ماتش مشرف بكل المعاني احساس لا يوصف. ما تحسيش يعني حتى قبل ما يبتدي الناس كلها، الشوارع كانت زحمة جدا، كله بيجري عشان يلحق الماتش، لكن بمجرد ما ابتدى ما فيش حد ماشي في الشارع. فطبعا مبروك لينا كلنا ومبروك يعني باسم القناة بنقدم ليكم التهنئة. ان شاء الله نكمل كاس العالم وناخد كاس العالم كمان 2018. خلينا نتكلم النهارده عن موضوعنا، التمييز بين الابناء. الحقيقه كلنا متهيألي يا سالي فاكرين ذكريات معينه في حياتنا، ذكريات حلوه او ذكريات مؤلمه. كل واحد فينا فاكر مامته كان بيتعامله ازاي، باباه كان بيعامله ازاي. هل كان في تمييز بين الاخوات؟ هل كان في مساواه بين الولد والبنت؟ هل كان في لا ماما بتحب اختي؟ ومتهيألي معظم الاطفال بيقولوا لمامتهم انت بتحبي اختي اكتر مني، انت بتحبي اخويا اكتر مني. لكن الحقيقه ايه؟ انت شايفه ايه؟ بصي، الفكره في انه يعني عشان نبقى منصفين وعشان نبقى ننزل على ارض الواقع اكتر، مفيش شك ان كل حد فينا بيميل مش بيحب. في فرق كبير بين انه الشخص يميل لحد من ولاده اكتر من التاني وانه يحبه اكتر من التاني. الحب واحد عند ولادنا كلهم، يعني كلنا بنحب ولادنا بنفس الدرجة. ممكن يبقى طبع واحد فيهم بمله أكتر شوية، وممكن واحد فيهم بريحني أكتر شوية، بس هي الفكرة بقى والنقطة المهمة جدا، أنت الشخص أو ابنك أو بنتك اللي بتمله أكتر من التاني بتتعامل معاه إزاي؟ هل بتتعامل معاه بشكل يخلي أخوه أو أخته يحسوا أنك بتحبه أكتر مني مثلا؟ أو بتتعامل أنك تجيب له حاجة وما تجيبش لأخوه التاني حاجة أو أخته؟ بتتعامل أنك تفضل تشكر فيه مثلا طول الوقت وقدام الناس تفضل تطلع غلطات الطفل التاني؟ هي دي بقى إيه الفكرة. ممكن نميل بطبعنا لحد من ولادنا، نميل مش أكتر، لكن الحب درجات واحدة، والتعامل وعدم إن احنا نميز ونبين قوي التمييز دي حاجة مهمة جدا. هي مشكلة مجتمعنا، هي ثقافة مجتمعية الحقيقة، إن في أحيانا أسر وبالأخص بقى في كرة السيد تلاقي بيميزوا الولد عن البنت. الولد أخته هي اللي تقوم هي اللي تحضر له أكله، هي اللي قومي اكوي له لبسه، قومي حطي له أكل، قومي اعملي. أول ما يدخل خلاص هو هارون الرشيد في البيت. فهو ده المشكلة الحقيقة. وإحنا مجتمع ذكوري بطبيعتنا، وأحيانا برضو مش هنقول إن بس في الصعيد أو في الأرياف، لكن في القاهرة وفي اسكندرية بيكون جذور يعني من الصعيد صعيدة، ففعلا نفس الوضع بيكون. فهي دي المشكلة، وهو ده اللي إحنا هنركز عليه النهاردة، التمييز بين الولد والبنت. يا ترى إيه السبب؟ هل ثقافة مجتمعية زي ما أنا بقول؟ هل اتربت الأم على كده فالولد هو اللي ليه سلطة في البيت، هو اللي ليه كلمة؟ هل الولد من حقه يقول لأخته ما تخرجيش، ما تدخليش، ما تلبسيش ده، ما تعمليش ده في وجود الأب؟ طبعا خلينا النهاردة نعرف هل ده من حق الولد ولا لا. قبل ما نعرف كده كمان، قبل ما نقول ضيفنا اللي هيشرفنا، ساعات الأم بتبقى رافضة فكرة التمييز، ونلاقي الأب هو اللي بيقول لا ما ينفعش تعاملي البنت زي الولد، او ما ينفعش تعاملي الكبير زي الصغير، او ما ينفعش تعاملي الاشطر زي اللي مش اشطر. يعني بنلاقي انه الام بتفكر بطريقه وبنلاقي الاب بيفكر بطريقه، فبيحصل التمييز وبيحصل الانفصال. فدي برضو نقطه مهمه لازم نتكلم فيها النهارده. احنا معانا بقى مين النهارده؟ معانا الاستاذ ماجد يوساب، استشاري المشوره الاسريه والارشاد النفسي. خلينا نعرف استاذ ماجد. وطبعا استاذ ماجد زي ما احنا عارفين كلنا هو ضيف عزيز وصديق مانيا جدا، والحقيقة دايما بنستفاد بآرائه الجميلة. نطلع لفاصل، هنشوف ايه في الفاصل يا سالي. هنشوف عملنا تقرير هنسمع فيه آراء الناس حول موضوعنا النهاردة. نشوف الناس بره بيقولوا على موضوع التمييز. وما تنسوش تكلمونا على تليفونات البرنامج، كانت قدامكم من لحظات على الشاشة. هيفرق معانا كتير تواجدكم وكلامكم في التليفون معانا علشان نسمع آراءكم انتوا كمان. فنشوفكم مرة تانية بعد الفاصل.
جدا، بس على حسب يعني، في اماكن معينه يعني زي في الصعيد والبلاد دي ممكن شويه في تمييز، انما هنا كمدن مش قوي. بس برضو حكايه ان في اباء معينه يعني انا بفضل البنت عن الولد شويه، فانا هدي ده حاجات اكتر من التاني. هي بتبقى يعني زي ان انا بحب الولد اكتر او البنت اكتر، البنت لا ملهاش نفع شويه، فالولد هيساعدني في حاجات كتير فانا بحبه اكتر من البنت. هو في تمييز ممكن، بس اللي انا شايفه من رايي في الوقت الحالي ان ما ينفعش يبقى في تمييز بين الراجل والست او البنت والولد، لان احنا مجتمع واحد. يعني الست بتوصل ان تتولى وزارات، تتولى مناصب اداريه عليا، فبالتالي ما ينفعش يحصل تمييز بين الراجل والست ايا كان. يعني ومفروض الاثنين بيكملوا بعض وبيشاركوا بعض في الحياه، ويعني الست اتخلقت عشان تكمل وتساعد الراجل. يعني مهما كانت لازم كلها دور برضه في الحياه، في مؤسسات الدوله ما ينفعش يبقى دورها بس محصور على قد البيت او تربيه الاطفال بس. يعني في تمييز برضه كنوع من الخوف يعني على البنت اكتر من الولد، بالذات في المجتمع الحالي نتيجه الاحداث والارهاب والاحداث الموجوده في الدوله، فبرضه بيبقى في خوف على البنت اكتر برضه في الاحداث الحاليه من الخطف والاغتصابات والحاجات ديت اللي احنا بنسمع عنها. فبالتالي يمكن التمييز بيجي من النقطه دي بس. الخوف الزياده بتحس ان في تمييز للبنت اكتر من الولد، البنت بتحس ان عليها ضغوط، عليها قيود، مش زي الولد اخذ حريته انه يقدر يسهر بالليل براحته، يقدر يقعد مع اصحابه في كافيهات، يرجع مثلا براحته متاخر. لا، البنت بيبقى عليها برضه ايه ضغوط وفرضات، بيكون انها برضه ايه خوف من قلقها نتيجه الاحداث الحاليه اللي حوالينا في المجتمع. يعني هو بالنسبه للتعامل في البيت في التمييز زي بعضيه، انما البنت بره بيتخاف عليها اكتر من الولد. لازم تكون في مرعاية، لأن الشباب دلوقتي ما فيش أخلاق كويسة زي الأول. يعني المجتمع المصري مهما اتكلم فيه رجالة كتير مثلا تقولك لا ما فيش تميز أو التميز بدأ يقل، لكن في الحقيقة التميز ما زال موجود. حتى لو قارنا نفسنا بالدول العربية هنلاقي احنا أقل دولة في موضوع ان احنا الفوارق اتلغت. يعني مثلا بيدي للولد كامل حريته من ناحيه اي حاجه، لكن البنت ساعات بتبقى مضغوطه مش من حقها ان هي تعمل اي حاجه زي الولد، لكن الولد بيبقى براحته، مش بيقولوا له مثلا ده غلط، رجع متاخر برده مش غلط، لكن البنت ليها مواعيد ترجع فيها، بيبقى في حدود طبعا، لكن الولد بيبقى براحته. هو بيبقى الحاجات دي غلط، بس هما مش بيقدروا يقولوا له ان ده غلط كفكره، بس ان هو اسمه ولد. هي المساواه من حيث انها بقى انها تاخد حقها في انها تتعلم، انها توصل لدرجات العلم اللي هي عايزاها، تاخد حريتها في انها تثبت وجودها في المجتمع، تثبت يعني انها تكون لها احقيه في انها مثلا توصل لاعلى المراتب، زي مثلا انها تبقى دكتوره، تبقى مهندسه، تبقى مثلا محاميه، تاخد يعني تاخد مراكزها اللي تسمح بتعويض يعني القيود الموجوده في المجتمع دي، بحيث تقدر انها تحس انها لها وجود، وجودها بس ما يبقاش محصور ومقتصر على انها تبقى زوجه، تبقى ام، تبقى في البيت بس. لا، المفروض تاخد دورها الايه الكامل. وفي مناصب الستات يعني وصلت لانها تبقى محافظه دلوقتي، زي كانت محافظه اسكندريه. يعني مش موضوع ان انا لا ابقى ست بس واقعده في البيت اشوف بس ايه طلبات اولادي وكده وخلاص. لا، المفروض يبقى لها وجود وتثبت وجودها بكل يعني ما ربنا اعطاها من امكانيات في العقل وفي التفكير وفي الذكاء، لازم تثبت وجودها بيهم، ما ينفعش تبقى مقتصره على البيت بس. اولا في التربيه يعني لازم انا لو عندي بنت وعندي ولد ما ينفعش اقول للبنت مثلا لا قومي هاتي لاخوك عشان هو ولد، لا اسمعي كلام اخوك عشان هو الولد. لا، في حاجه اسمها صح وغلط بينطبق على الاثنين. المفروض الاهل نفسهم يكونوا مقتنعين ان البنت زي الولد في كل حاجه، في صح وفي غلط ينطبق على الولد ينطبق على البنت. ما ينفعش احرم البنت من حاجه واقول لها لا كده غلط وبعديها اقول لا سيبي للولد اصله ده ولد. فهي اسلوب التربيه نفسه هو اللي بيفرق، وهو اللي بيرسخ بعد كده ان البنت لا لازم هي اللي تكون خاضعه، لازم الرجل هو اللي لازم يكون مسيطر. هو فدي كلها مفاهيم غلط. البنت زياده عليها شويه في حكايه اللبس والكلام ده كله، انما الولد هما مدينه مطلق الحريه، وده كلام مش صح. يعني المفروض الحريه تكون في حدود.
برحب بكم مرة تانية بعد ما شفنا آراء الناس حول موضوعنا اللي هنتكلم فيه، التمييز بين الإخوات وبالأخص التمييز بين الولد والبنت. الحقيقة شفنا معظم الآراء بتقول إن فعلا في تمييز بين الولد والبنت في طريقة التربية، في طريقة لأ أداء أخوكي، اسمعي كلامه، ما تخرجيش، ما تعمليش، ما تلبسيش، اسمعي كل اللي بيقوله ليكي أخوكي. برحب بكم مرة تانية وبرحب بضيفي اللي بيشرفني، الأستاذ ماجد يوساب، استشاري المشورة الأسرية والإرشاد النفسي. أهلا بيك، منورنا، وبنبقى مبسوطين دايما وحضرتك معانا في كل حلقة. أنا اللي بكون مبسوط لما بكون معاك يا أستاذ ميرفت، وأنت حضرتك أستاذ سالي كمان. أهلا بيك، مشرفنا ونورنا أستاذ ماجد. بص، خلينا نبدأ في البداية كده بفكرة التمييز. وارد جدا إنه يبقى ابني أو بنتي عارفين إنه في حد أحسن منهم في حاجة معينة، وارد جدا إنهم يتقبلوا فكرة التمييز إنه في حد أحسن مني أو أنا أحسن من حد تاني في حاجة معينة. بس يمكن الموضوع ده بيبقى صعب انهم يصدقوه او صعب انهم يحتملوه جوه الاسره من بابا وماما، الاشخاص اللي هم اكتر اتنين الطبيعي ان هم بيحبوني، واكتر اتنين المفروض يهتموا بيا، اكتر اتنين المفروض انهم يقولوا كل حاجه فيا حلوه. فلما بيحصل انه لا انت وحش واخوك حلو، لا انت انت مش شاطر واخوك شاطر، لا انت يعني مضايقني واخوك مفرحني، برافو يا فلان ومش برافو يا فلان، بيحصل عقده للأطفال. خلينا كده نتكلم في الأول، إيه الأسباب اللي ممكن تخلي أب وأم يفرقوا ما بين الإخوات؟ بداية الموضوع بتاعنا النهاردة موضوع في منتهى الأهمية والخطورة، لأنه كتير جدا من الأسر الأباء وأمهات مش بيكونوا واخدين بالهم أنه في تصرفات معينة طول الوقت بتسجل صوت وصورة من أولادهم، وبيتصرفوا كأن الأمر عادي جدا جدا، وبيتصرفوا بتلقائية جدا جدا. لازم نقول لهم أول رسالة النهاردة أنه تربية ابنك أو بنتك أو تربية أولادكم على وجه التحديد أمر مش سهل على الإطلاق، محتاج أنك تدرس وتتعلم وتفهم يعني إيه تربي، وده مش عيب ومش غلط. الحاجة التانية أنه أرجع لسؤالك، أنه فكرة أنه إيه الأسباب اللي بتخلي أني أقدر أميز، أو أنا كأب أو أم أميز بين ابني أو بنتي أو بنتي أو ابني. وخلي بالكوا هي الموضوع متبادل في سجال، يعني الفكرة مش فكرة أنه بميز ابني عن بنتي بس، لا ده كمان في تمييز البنت عن الولد. فكرة التمييز في حد ذاتها فكرة خطيرة جدا جدا، من ضمن أكتر الحاجات اللي بتأديها، يكفي أن أنا أقولك أن هي بتدمر نفسية ابني أو بنتي، بتدمرها بكل ما تحملهم من المعنى. الفكرة التانية أنه بتصور أنه التمييز بين الولد والبنت بنسبة كبيرة جدا 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 راجع لموروثات اجتماعية. يعني فكرة المثل اللي يقولك يعني لما قالوا لي ولد تشد ظهري وتسند، ده موجود كتير جدا في الصعيد، ولما قالوا لي بنت مش عارف هدت عليا الحيطة وعملت ايه، وامثلة كتيرة جدا جدا جدا. واكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 طبعاً. كأن الولد يعني دلوعه ما بالظبط مش هتفرق، مع ان زي ما هنعرف كمان شوية في حديثنا انه الله تربية الولد اصلا كمان المفروض تبقى اشد من تربية البنت شوية. ده كمان في نقطة مهمة، انه ان الولد بطبيعة تكوينه الجسماني محتاج رولز اكتر من البنت، أشد. لانه بطبيعه الحال لما بيكبر هنلاقي ان الولد مشاعر التمرد اللي بتنتابه والطبيعيه جدا تحصل في مرحله المراهقه عشان خاطر يثبت ذاته وكلام من ده، بتكون عنيفه جدا عند الولد عن البنت. ففكره الموروثات الثقافيه اللي احنا تربينا عليها احد الاسباب الخطيره جدا اللي بدعم فكره انه لازم اني اخلي ابني الولد مميز عن البنت، وبعدين فكره بقى انه يعني لما اخلف ولد ده معناه انه حياتي ممتده واسمه ممتد، لكن البنت في الاول وفي الاخر ترجع لجوزها. ده بالك انت، فالاهتمام كله
كله الأخص في الصعيد رايح وفي المناطق البسيطة مهتم أكتر ومنصب أكتر على الولد، فده من ضمن الأسباب اللي خطيرة جدا اللي بتأدي أنه بشكل تلقائي من غير دراسة ومن غير فهم ومن غير استيعاب أنا بدعم الولد عن البنت وبيحصل التفرقة ما بين الاثنين. طب ما هو ده لو ليه علاقة بفكرة التمييز بين الولد والبنت، لكن لو التمييز حصل من نفس النوع من نفس الجنس، يعني لو أنا عندي بنتين أو أنا عندي ولدين وأنا كأم أو كأب بنميز بينهم، إيه اللي يخليني أعمل ده لما أنا عندي، يعني لو هنعتبر أو هندي هنلتمس شوية الأعذار للناس اللي في الصعيد وفي الأرياف وبيقولوا إن الولد والبنت وإلى آخره، بس إيه العذر اللي ممكن نقوله على أب وأم بيميزوا ما بين ولادهم هم عندهم ولدين أو بنتين؟ غالبا بيكون معرفة غلط، وغالبا ما بيكون إنه هو اتربى كده ومتصور بخصوص معرفة غلط، هو متصور انه كده بيدعم شخص معين بزيادة عشان خاطر يخليه كذا وكذا وكذا، لكن هو مش بيدعمه بشكل، هو مش بينجحه، بالعكس هو زي ما بيقولوا كده بيعمر حاجة وبيخرب حاجة تانية. فكرة اني اميز ابني حتى الولدين حتى البنتين، فكرة التمييز نفسها في حد ذاتها فكرة مدمرة نفسية. فكرة الطاعة يا أستاذ ماجد، يعني أنا لو بنت مطيعة ليا أكتر من أختها، لو ولد مريحني وشاطر في مذاكرته وعلى طول بيطلع الأول والتاني مطلع عيني في مذاكرته، هل مفهوم الطاعة أو أن الطفل أشطر من التاني ده ممكن يخلي الأب والأم يميزوا برضو في المعاملة بينهم؟ غالبا ما بيحصل كده، وده بيرجع لسبب مهم جدا، فكرة الحب المشروط. أنا بحب ابني اللي بيذاكر كويس، أنا بحب ابني اللي بيسمع الكلام ويقول حاضر، أنا بحب بنتي أو ابني اللي بيجيب لي استجابته سريعة. فكرة الحب المشروط فكرة برضو متعبة بتأثر على نفسية أطفالنا، وبالأسف بكل أسف بتسيب ترسبات في المستقبل بتكون ليها كوارث. لا يعني معلش ثانية واحدة، يعني دلوقتي الموضوع ليه علاقة بفكرة بحب مين أكتر؟ يعني أنا كنت بقول في المقدمة إنه ملاش علاقة بالحب، إحنا كلنا بنحب أولادنا كلهم قد بعض، بس في ناس تلاقيهم بيقولوا انه انا بميل لده عن ده، بس ملوش علاقه بالحب، ليه علاقه بطباعنا قريبه من بعض، بنعرف نتكلم مع بعض اكتر، بنعرف ناخد وندي مع بعض، فعشان كده انا بميل لده عن ده، لكن ده مش معناه ان انا بحب ده عن ده. طب تسمحي لي اسال سؤال، هاخد دوركم بس للحظات وهرجع تاني مكاني. احنا بنحب اولادنا ازاي؟ بنحب اولادنا بنحبهم كده؟ لا مش كده، ما تنفعش كده خالص. هقول فكره الحب، حب أولادي أنا بحبه بالطريقة اللي هو يفهمها مش اللي أنا عاوزها. بمعنى يعني إيه؟ أوكي. يعني ابني بيحب أو يشعر بأنه محبوب لما مثلا أطبطب على كتفه، في ابني تاني يشعر أنه محبوب لما بجيب له هدية، في ابن تالت بيشعر أنه محبوب لما بقول له أقول له كلمة حلوة، أقول له برافو يشعر انه محبوب. الفكره هنا فكره اني ايه ده، يعني برضو الاطفال عندهم لغات الحب؟ طبعا طبعا لغات الحب الخمسه موجوده. ابني يفهم اني بحبه لما ادخل عليه اوضته اقول له انا قررت من النهارده هديك نص ساعه من وقتي كل يوم نقعد نحكي مع بعض. اكيد في لغه مشتركه بين الاطفال كلها، يعني كل طفل زي ما حضرتك بتقول ليه لغه يفهمها، بس بالتاكيد في لغه يعني مشتركه بين كل طفل، يعني مش كل طفل بس ليه اللغه بتاعته. نادرا لما بقاطع حد، بس اسمحي لي هقول لك اللغه اللي انت حضرتك تقصديها هي لغه التشجيع. تشجيع تشجيع كده. تشجيع تشجيع من هنا لحد اخر العمر. ناخد تليفون معلش معانا بقاله فتره، استاذ روماني. الو الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل. انا مساء الخير. البنت مش زي الولد او الولد مش زي البنت، تمام؟ لا هي فعلا البنت مش زي الولد. انا عايش في سعيد ومتجوز بسعيد، تمام؟ ومرت اول ما اشتغلت اول شهر اتنططت عليا، تمام؟ نعلي الصوت بس شويه، ممكن نعلي الصوت شويه الكنترول بعد اذنكم، كمان نعلي صوت السماعه. بقول انا من الصعيد، تمام؟ ومتجوز من الصعيد، تمام؟ اول ما مراتي اشتغلت اول شهر بقيت البنت الصعيد،
لا انا دلوقتي انا زي زيك، انت مش احسن مني في حاجه تمام، لو ان هي اشتغلت شهر واحد فاهمين حضرتك؟ معلش يعني حضرتك اتجوزت وبعدين حصل ايه؟ يعني اول ما اشتغلت احنا قلنا في مساواه في بين الراجل والست تمام؟ اول ما اشتغلت شهر واحد تمام؟ قالت ان هي بس اتبسطت عليا ولا انت انا زي زيك انا بدخل دلوقتي انا بعمل طب ايه ده؟ تمام بس احنا يعني انا بعتذر لحضرتك، احنا مش بنتكلم في النقطه دي، من انه هو استاذ روماني بيقول انها بعد ما زوجته اشتغلت بشهر واحد اتغيرت وبدات تقول انا بعمل وانا بصرف وانا عندي دخل والى اخره. فانا بس حابه اقول لحضرتك انه احنا بنتكلم على التمييز ما بين الولد والبنت كاولادنا، يعني احنا كاب وام بنعمل ايه معاهم؟ عشان احنا ميزنا الست او البنت بتتنطط علينا بجد. هو على فكره انا اشكر ربنا ان انا من الصعيد، ان ما عندناش الست بتاعي على النظام البجرة ولا من عيالي بتتنطط علينا. علشان ايه يعني؟ عشان اشتغلت شهر مثلا؟ طيب غيرت ربنا مثلا يعني؟ طب استاذ ماجد يا رضا عليك شكرا ليك. استاذ روماني انا مقدر الموقف اللي بتتكلم عنه، لكن محتاج شوية تفاصيل أكتر، لأنه ما ينفعش تجاوب عليه بمجرد حكاية صغيرة. مع حد بتاع مشورة يعني. طبعاً محتاج أنت تقعد مع حد مشوري وتقعد تحكي معاه بشكل مفصل وتقعد تستجيب لأسئلته وتتجاوب معاه. وبتصور أنه في نقطة أو حلقة مفقودة بمجرد ما تتوجد مؤكد الأمر ده هينتهي تماماً 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 خالص يعني. طب احنا اولا بنشكر الاستاذ روماني، وحضرتك طبعا يعني لو تقول له ان حضرتك لو موجود او عندك وقت لو تسمعه طبعاً او اي حد سرور. تاني حضرتك بتستريح الاستاذ روماني، يعني الموضوع فعلا محتاج حد بتاع مشروع. بكل سرور بكل سرور تحت امرك. تمام استاذ ماجد، يمكن بالتاكيد فعل الاب او الام او التمييز بين الولد والبنت او الاخت واختها او الولد واخوه، بالتاكيد الفعل ده بيبقى له رد فعل من اتجاه طبعا الاطفال او من الاطفال. خلينا نتكلم عن ردود افعال الاطفال في الوقت ده، ازاي الطفل يقدر يعبر عن استيائه مثلا لفعل مامته، عن استيائه انك انت بتميز اخويا عني او بتميزي اخويا عني. في الوقت ده الطفل ممكن يتصرف ازاي؟ بصي خلينا نكون امين وصريح في الامر ده، مش بيبقى سهل على الاطفال وبالاخص الاطفال من سن صغير سن ان هم يعبروا عن مشاعرهم في الحكايه دي، مثلا سن 3 سنين سنتين، لانه خلي بالك حتى التمييز ده بيتلمس من اول ايام. ده عايز اقول لك انه بيتلمس واخوه او اخته في بطن ماما. تمام. يعني بيبقى في حتى ردود افعال كده تلقائيه من البيبي، انه حس انه في حد هيجي ياخد الاهتمام والحب الكبير. ساعدني ليه يضرب مامته في بطنها. ده انا عايز اقول كمان على حاجه مهمه، انه احيانا كتيره جدا بيحصل تصرفات ملازمه، يعني اللي بنسميها يعني الحاجات اللي هي اللزمات. انه مثلا يحط صباعه في بقه، انه يبدا يقرمد صوابعه، انه يبدا ان هو طب ما ده رد فعل، ده تعبير عن غضبه واستيائه. ده رد فعل طيب طبعا. يبقى بيعرف برضه يعبر. بس ايه الفكره في انه بابا وماما يفهموا ده ولا ما يفهموش ده؟ مش كتير بيقدر يفهم ده. تمام. عشان كده بقول يعني هو الموضوع ليه بعدين. البعد الاولاني ان انا كاب او ام اقدر افهم ده كويس واتعامل معاه، وكمان اقدر اساعد ابني في انه يعبر عن مشاعره. ده الجزء الثاني بقى، انه ابني لما يبدا يكبر شويه لسن يقدر ان هو يستخدم كلمات يعبر بيها عن مشاعره وعن تصرفات يقدر يعبر بيها عن مشاعره. بس انا بتصور سن المراهقه مثلا اعدادي ثانوي هو ده السن اللي يقدر يعبر، من بعد 5 6 سنين يقدر يعبر، يقدر ان هو يعبر عن مشاعره لو هو تدرب على ده من بابا وماما وشاف بعينيه ماما وبابا بيعبروا عن مشاعرهم، بيتكلم لو في لغه حوار، وفي لغه حوار ما بينهم مش صراخه بس. يعني مش لغه بنسميها لغه الطرشان، حتى احنا كنا مره اتكلمنا في حلقه من الحلقات عن لغه الطرشان اللي هي الصريخ في حس بعض. لما بيشوف بابا وماما بيتكلموا مع بعض ويقدروا يعبروا عن مشاعرهم، هو كمان بيبدأ ملاحظ ماما بتقول انا متضايقه عشان خاطر انت يا بابا عملت كذا 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 كذا، وبابا بيرد عليها يقول لها حقك عليا، لغة الاعتذار.
فيبدا ياخد الثقافه دي شويه شويه، يبدا يعتاد ان هو يقول انا متضايق علشان خاطر انتوا عملتوا فيا واحد اتنين او ماما لو شافته متضايق انت متضايق ليه يا حبيبي، في حد بيسال في حد بيسال وبيهتم هو زعلان ليه او متضايق ليه. بس صدقيني يا استاذه ميرفت لو انه ما اتعلمش ده وشافه من بابا وماما مش هيقدر طبعًا يعبر عن مشاعره طبعا الكود. يعني لو ما شافش ماما وبابا بيتكلموا مع بعض بيعبروا احنا متضايقين من ايه او زعلانين من ايه، السؤال اللي هيتسأل مش هيبقى ليه اي رد فعل، مالك مفيش. بس انا بس مالك مش عارف. هو في ناس كتير ما بتعرفش تعبر، يعني اكيد حضرتك قابلت ناس وشفت في حياتك ناس كبار اولا ما بيحبوش يتكلموا، ده رقم واحد. ثانيا كلامهم قليل قوي، ما بيحبوش، بس ملامح وشهم تحسسك وتفهمك كويس قوي هم متضايقين ومتضايقين لاي درجه. فالاب والام اللي عاملين زي كده ولادهم بيبقوا عاملين ازاي؟ بصي عايز اقول لك اول او من اول لحظه وانت بتحكيني على كيس او حاله بالشكل ده اقول لك ان ولادهم هيطلعوا منطويين جدا جدا، واكتر اشخاص عندهم قدره او عرضه للاصابه باكتئاب. طب معلش ايه علاقة الانطواء بانه يبقى شخص مش بيتكلم؟ اصلا انا بلاقي ناس كتير ما بالشخصية دي وانا اعرفهم شخصيا بس هم اجتماعيين جدا واجتماعيين وعندهم ناس واصحاب كتير ناس كلها بتحبهم، بس هم ما بيعرفوش يحكوا او ما بيحبوش يحكوا عن اللي جواهم. اولا انا مش هحكي لكل حد يقابلني، انا هحكي الاشخاص انا بعرف اقرب شخص ليا خلاص. فقصة ان انا بحكي لحد قريب مني يبقى انا عندي قدرة ان انا اعبر عن مشاعري، دي واحد. اتنين، فكرة انه اجتماعي وانطوائي شوية الحكاية ايه مناقضة لبعضها شوية. لو اجتماعي يبقى عنده علاقات كتيرة جدا وبيصاحب ناس كتيرة جدا وبيعرف يكسب كل الناس اللي حواليه بالحب ويقعد يتكلم معاه هو كلام من ده ويعبر كمان على اللي جواه، يعني مش شرط يعبر عن مشاعره، يعبر عن افكاره، يعبر عن ارائه سواء سياسية اقتصادية رياضية. واحنا لسه طالعين من فوز امبارح يقدر يعبر فيقدر يتكلم. لكن في اشخاص الشخص المنطوي كلامه بيكون قليل جدا 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 وما بتلاقيش يبادر بالحديث الا اذا حد طلب منه الحديث ده ويكون الاجابه على قد السؤال. يعني صباح الخير صباح النور عامل ايه اشكر ربنا بس. ده المشكله يا استاذ ماجد ان الطفل احيانا بيبقى هو اللي عايز يعبر ويقول لماما انا عايز اتكلم معاكي انا في حاجه مضايقاني انا مش فاضيه طب استنى شويه لما افضى، وتنشغل بقى في شغل البيت في شغلها تخرج وتسيب الاطفال. فدي بتبقى مشكله ان الطفل هو اللي عايز يعبر واحنا اللي مش مدينه فرصه. علشان كده بنقول لغات الحب الخمسه قانون لكل بيت، قانون لكل بيت. لازم اخد قرار من النهاردة اقعد احكي مع ابني او بنتي وقت مخصص في اليوم، حتى لو انا هخسر فلوس، حتى لو انا هسيب شغلي نص ساعة، مش كتير، نص ساعة في الاربعة وعشرين ساعة، اشتغل كل اشرب روح تعالى هات كل ربع اللي ساعة ربع ساعة ربع حتى ساعة. لو مش قادر ربع ساعة نص ساعة خليك كريم وديني نص ساعة مجراش حاجة. انا اقول لك كمان انا هتبقى عندي بالنسبة لي برضو بابا كريم وماما كريمة لو عادتني ربع ساعة من يومك اقعد احكي معايا. لان تأكدي 100% الحكاوي اللي بتسمعها والحكاوي اللي بتسمعيها بتاعت المسطرة والتوكة والاستيكه والقلم اللي اتاخد مني هو ده يومهم اصلا هتطلع حاجات كتير. ده له تاثير قوي طبعًا. جدا جدا طبعًا. جدا جدا ما انتفش من الكلام بس. يعني طبعا مش النهارده بس، ده في المستقبل. انا يهمني مش نجاح ابني في المدرسه، مش انه لابس احلى لبس وشيك، مش انه نظيف وجميل، لكن يهمني بنيان وكل حاجه بقى، لكن يهمني بنيانه النفسي. بالظبط احنا بنبني طفل من اول لما بيبقى حاجه صغيره جدا في بطن الام، فبنبقى بنفكر نعمل ايه عشان يتبني حاجه تانية مهمه جدا يا استاذه ساري. انا لما يكون ابني سوي نفسيا هتلاقيه ناجح على كل المستويات، على المستوى الروحي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على كل المستويات هو ناجح. ليه؟ لان بنيانه اساسه سوي ومتأسس مظبوط. عشان كده في منتهى الخطورة الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، فكرة التمييز اللي بيدغدغ، بمعنى كلمة بيدغدغ، دغدغة المشاعر، دغدغة البنيان النفسي لأطفالنا بيجي عن طريق تمييزنا ما بين أطفالنا والمقارنة. طب انا كنت لسه هسال بقى حضرتك دلوقتي، احنا لو اي اب واي ام سامعيننا دلوقتي هيقولوا لا لا احنا مش بنميز، الناس دول مش بيقولوا الكلام الحقيقي، احنا اكيد بنحب ولادنا كلهم زي بعض،
بس طب نسالهم، طب انت ليه بتقول لابنك انت اشطر من اخوك؟ وبص اخوك شاطر ازاي، بص اخوك بيلبس احلى ازاي، بص اخوك بيفكر ازاي وانت بتحفظ، بص اخوك مش عارفه، بصي اختك عامله ازاي، بصي اختك مؤدبه وصوتها هادي وجميله وانت دايما هايبر والى اخره. ونيجي نقول لهم طب انتوا كده بتقارنوا، انتوا كده بتميزوا، يقول لنا لا احنا بنشجع التاني او بنديله بوش انه يبقى احسن علشان هو محتاج يبقى احسن في نقطه معينه. ده بيعمل ايه في الطفل؟ طيب خليني اقول لك بقى اللي انت بتعمله ده او اللي انت بتعمليه ده بيسبب ايه. اقرب واقوى واسرع حاجه او اسرع رساله بتوصل لابني ان اخويا ده خصمي، عدو، خصمي. فأنا كلمه صعبه قوي. طبعا طبعا اختي دي خصمي، دي كلمه صعبه قوي. طبعا طبعا اخويا يعني تخيلي انا مش بنشئ بحسن، انا بنشئ بحسن نيه. انا دمرت احلى علاقه في الدنيا في طبعًا الكون. طبعا طبعا ده انا عايز اقول لك ان ده لما تيجي تفتشي في جلسات المشوره المشاكل اللي بتحصل العائليه مش الاسريه، العائليه بمعنى انه اسره واسره من نفس العيله، اخت واخ ومن نفس العيله وبيحصل مشاكل ما بينهم، هتلاقي ان اساسها فكره بتاعتها فكره اني اتميز اخويا عني او انه انا اتقارنت بابن عمي او اخويا فبالتالي اخذت منه موقف شخصي وبدا الموقف ده يتراكم مع من كتر الحديث اللي انا بسمعه كل شويه، شوف اخوك، شوف اختك، شوف كذا، شوف هي شاطره ازاي، انت ما بتعملش، هو بيعمل، وكلام من ده. ابص الاقي عندي تراكمات جبل كبير خالص، ببدأ أنبش هو فين السبب. بلاقي الفكرة أو السبب الرئيسي أنه كان في تمييز ما بين الأخ وأخته أو أخته وأخوها أو أخ وأخ أو أخت وأخت، في تمييز، في مقارنة طول الوقت حاصلة. الرسالة اللي بتوصل أن أخوي أو أختي خصمي. طيب خصمك يبقى هبوظ له اللعبة بتاعته، صح؟ خصمك يبقى أنا هحط له هكب اللبن في الارض واقول اخويا اللي عمل، خصمي عشان خاطر طب ما هو طول الوقت هو كويس وشاطر، اشمعنى انا مش شاطر؟ ما هو لازم يبقى زي انا كمان. فابدا اعمل تصرفات تجنن الاب والام. طب يعني انا يعني طبعا انا برضو كام انا برضو محطوطه في حته كده صعبه شويه، انه بلاقي ابن من ولادي او بنت من بناتي مثلا كويسه جدا، شاطره، متفوقه، مميزة عن أي حد تاني، مطيعة زي ما ميرفت قالت في البداية، وبلاقي الطفل التاني أيا كان بقى نوعه ولد أو بنت عكس الأولاني تماما. من حق الكويس عليا أني أشجعه، ومن حق الكويس عليا أني أقول له برافو، في حين أنه مش طبيعي أنه لما التاني يعمل حاجة وحشة أقول له برافو. طب أنا كده ما بصلحش منه. لا طبعا ما بقولش أن التشجيع يكون بالكذب خالص، وفي مهارة بنسميها في التربية مهارة التشجيع، اني ما اقولش لابني الله شعرك جميل. في ناس بتعمل كده. هقولك هو ملوش يد فيه. ما اقولوش الله الشوزة بتاعتك شكلها حلو. ما اقولوش شفايفك او مناخيرك او خدودك او ايديك، يعني او يعني حاجه مش من صنعة ايديه. هو ملوش، هو ما عملش حاجه. ملوش ايد. فن التشجيع اشجعه على حاجه هو عملها. يعني ايه؟ الشوزه بتاعتك متلمعه جميله، برافو عليك. تمام. شعرك متسرح، برافو عليك. كراستك وكشكولك مترتبين، هايل. وبعدين في أطفال أو في أولاد بيفهموا فكرة التشجيع مش بالهدايا بس. الكلمات الجميلة دي، الكلمات المثنية دي، عشان أشجع لازم أشجع بالشكل ده، وأشجع على حاجة حقيقية هو ليه يد فيها وعملها، وتأثيرها أقوى. طبعا أقوى من الهدايا. الهدايا خلاص بتفقد رونقها بعد فترة، بجيب له هدية اتنين تلاتة خلاص ما بقى عنده كتير، لكن التشجيع الكلام متهيألي تأثيره بيبقى أكتر. عايز أقولك على حاجة مهمة جدا، برافو عليك يا أستاذة ميرفت. فكرة عندنا نوعين من التشجيع، حاجة بنسميها الدعم الإيجابي والدعم السلبي. الدعم السلبي اللي لما أقول له مثلا صوعك شكلها جميل، هو ملوش يد فيها، لكن الدعم الإيجابي أقول له شعرك متسرح كويس، تخيلي تأثير الكلمة دي. هيبدأ طول مرة كل مرة يخرج
اول حاجه يعملها انه يدخل على المرايه ويسرح شعره عشان خاطر يسمع كلمتين التشجيعي الهيلين اللي طول الوقت هتلاقي شعره وتلاقيه كمان مهتم بده وتلاقيه فرحان اول ما بابا اول ما بابا قال له ولا ماما شعرك جميل يا تلاقي الابتسامه مالت وشه. فن التشجيع طبعاً. فن التشجيع مش اي كلام بيتقال. كمان فكرة الحب، أنا محتاج أني أخلي ابني يشعر بحبي ليه باللغة اللي هو يفهمها. تمام. باللغة اللي هو يفهمها. أستاذ ماجد معنا تليفون دلوقتي، معنا أستاذة إنجي من القاهرة. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بك يا فندم، اتفضلي. أهلا بك. لو سمحت الدكتور، أنا عندي بنت ولد، البنت الكبيرة والولد الصغير. فرق سن بينهم قد إيه؟ البنت 4.5 والولد 2. 4.5 وسنتين. تمام. بس هي بقى كل ما هو يتخبط مثلا او معلش حبيبي وقفت، هي عايزاني برضه ابصها. لا مش واضح. الصوت مش واضح، ممكن يعني نوضح الكلام اكتر؟ احنا سمعنا لحد البنت 4.5 وسنتين، بعد كده بقى المشكله. بقول لحضرتك انا لو مثلا ابني بقى كل ما يتخبط او تحصل حاجه اقول له معلش حبيبي ابيسه، هل هتقول لي طب انا ابيسه؟ لا مش عارفه انا عامل ايه. بتحس ان انا بماليزي انا. هي بتغير من اخوها؟ البنت بتغير من اخوها؟ اه بتغير مني خالص، وبتحس ان انا بميزه عنها. بس انا لا، بتعرف انت هاي ممكن انا بعت تحليل شويه عنها مثلا، هي كبيره وعارفه شويه عنها. طب انت بتميزي في المعامله بين الاثنين؟ لا. ولا عشان هو الصغير؟ ولا عشان هو الصغير بتهتمي بيه اكتر؟ ده طبيعي، هي بتحب مامتها قوي. تحب تسالها حاجه يا استاذ ماجد؟ لا انا رسالتك وصلتني. طيب ميرسي يا استاذه انجي، بشكرك على تليفونك. هنرد على انجي بس ناخد التليفون ده معانا. فاديه. الو. الو. الو مساء الخير يا فندم. استاذه تاني. ايوه يا فندم اتفضلي. ازيك يا استاذ ازيك؟ انا بقولك انا كنت عايزه ادي رايي برضو ان تربيه الاطفال من الصغر لما يجي يكبروا يبقوا نفس النمط الانانيه. يعني انا مثلا لما يسال الاخ الاكبر وقلت له انت الكبير انت الحلو كل حاجه ليه وكل حاجه، حتى هو صغير مثلا في شنطه طلباته في ادواته في الدراسيه، ويكبر ويفضل اناني. يعني انا اعرف نموذج زي دوت لغايه ما كبر ويتجوز بقى اناني، مش عارف يتغير، لان بابا للاسف تربيه كانت اناني، ان هو كل حاجه يبقى لنفسه بس، هو كل حاجه اللي يعملها، هو كل حاجه اللي يقوم. يعني لدرجه ان كل حاجه كان اخواته ما ياخدوش اي مميزات، هو بس الشنط الدراسيه، حتى تميز في الاكل، تميز في كل حاجه، لغايه ما كبر واتجوز بقى اصلا اسلوبه كده مع زوجته كمان الانانيه. يا ترى ده يتعالج ازاي بقى لما يكبر كده والزوجه تلاقيه انسان اناني ومستحوذ على كل حاجه، كل حاجه لازم هو الاول وبعدين يبقى هي وعياله. ده اللي بشوفه وانا قدامي نموذج حي. طب يتعالج ازاي بقى؟ تمام، شكرا لحضرتك. عنده كام سنه؟ هي عنده كام سنه؟ متزوج وبتقول هي بتقول كبر وتزوج. طب نرد الاول على انجي. هي انجي فكره ان الكبيره البنت بتغير من الصغير، ودي فكره متهيألي يعني او موضوع كتل بحثا. الطفل الصغير ايا كان، حتى لو كانت بنت والكبير هو الولد، الولد برضو بيغير من اخته الصغير. فانجي بقى تعمل ايه؟ ده حقيقي. بصي انت غالبا هتلاقي البيت او تلاقي الكبير ايا كان بنت او ولد هيوصل لمستوى كمان انه هيضرب اخته او هيضرب اخوه. تمام. ليه؟ لانه انا ماما دي ملكي، ماما دي بتاعتي هي وبابا، فيجي واحد تاني او شخص تاني يشاركني فيهم، ده معناه ان انا لازم اخد ما اطلق عليه حقي. وبتصرف بقى تصرفات تلقائيه، اني احاول ان انا ازق اخويا او ازق اختي الصغيره ايا كان جنسهم ايه، اني كل ما يتشال اكتر يتشال شويه كتار شويه ابدا ان انا ادخل على ماما وازاي تشيليه
اكتر مني وتهتمي بيه اكتر مني كلام من ده. ده طبيعي جدا. اي كارثه في البيت تلفت الانتباه او اي تصرف فعلا يلفت اي تصرف يلفت الانتباه فعلا. ده تصرف تلقائي بيحصل من اولادنا بشكل غير محسوب. بصي من فضلك من فضلك خلي بالك، على قد ما تدي وقت للصغير ادي وقت كمان للكبير. اعتقد كمان فوت تدي ضعف الوقت للكبير. مش الصغير، الصغير هو كل الموضوع اللي بيحتاجه انه تغير له، انه تاكله، انه تنيمه وخلاص. بصي هو بصي بشكل عام يعني ممكن يكون بتكلم على سنتين ونص اربعة ونص لكن ممكن يكون اربعة ونص ستة ونص بشكل عام. أمين. انا محتاج طبعا انا محتاج اني اعمل توازن. فكرة التوازن، على قد ما بدي ده وقت على قد ما بدي ده وقت، بشوف الاحتياج ده من الحب وشوف الاحتياج ده من الحب. الفكرة مش فكرة أكل وشرب بس خالص، الفكرة مش فكرة أني لأنه صغير فأنا محتاج أن أنا كل شوية أغير له وأعمل كذا وأعمل كذا. أوكي أعملي كده، بس لحظي خلي عينك وسط راسك، الأمهات بالذات وكمان الأباء، خلي عينك وسط راسك وخلي عينك وسط راسك. لحظي سلاح الأم والأب طول الوقت الملاحظة، بشوف ابني وشوف بنتي بيعملوا ايه، وبقيس كمان احتياجهم، بقيس احتياجهم. طيب ونفترض ان طرق العقاب الكتيرة ما بتجيبش فايدة وكلام من ده، عندي حلول مبتكرة. ايه المانع في اني في قاعدة لطيفة المغربية الساعة 7 بالليل 8 بالليل بعد ما خلص شغل البيت، نقعد نعمل مسرحية كده ايه بالعرايس انا وبابا لأولادنا، أو هو يعمل مسرحية وأنا شايلاهم، نوصل لهم قيمة معينة. الحقيقة دي الفكرة دي اوريدي اتعمل بنعملها في مدارس احد، بس مهمه زي ما حضرتك بتقول في البيوت تبقى اجمل. انا عايز اقول لك بمنتهى الامانه، من اسبوع واحد عملتها لبنت اختي كان عندها برضو نفس دي. طبعا وفكره بسيطه خالص، ما فيهاش اي تكلفه ولا اي كلفه ولا اي حاجه خالص. كان عندنا دبدوب وقعدنا عملنا جدار وقعدنا عملنا مسرحيه معينه، وصلنا قيمه معينه. على فكره بالمناسبه كان شبه الحاله اللي بتحكي عنها الاستاذه انجي. طفل صغير عنده حوالي سنه او اقل شويه، وهي عندها سنتين ونص ثلاثة، وكانت بتحاول تاخد الاهتمام وتاخد الحب اللي اخوها خده منها من بابا وماما. انا عايز اقول لحضرتك ان انا حصل موقف كده قدامي، انه كان في واحدة عندها طفلين، كان عندها بنتين وكانت عايزة تجيب طفل ثالث. البنت الكبيرة قالت لمامتها لا ما ينفعش تجيبي حد تاني، انا واختي بس ولادك، احنا ما ينفعش تبقي مامة حد تاني. قعدت تفهمها كتير انه الطفل الثالث ده هيجي هتبقى اختك او اخوك زي ما يطلع، يعني لا مش هيبقى اخويا ومش هيبقى اختي، انا اختي فلانه اللي هي اختها في الحقيقه، انا مش هينفع يبقى اختي حد تاني، وانت مش هينفع، انت كده مش تبقي ماما بتاعتي، انت كده تبقي مامه النونو الجديد وانا هبقى مامه حد تاني. يعني فكره انه الولاد بيبقوا شايفين ماما حاجه بتاعتهم ملكهم، ما ينفعش حد تاني ياخدها، ما ينفعش. على فكره دي مشاعر طبيعية جدا بالظبط، ولو ما حصلتش في حاجة مش صح. يعني لو ما حصلش كده في حاجة غلط، بيحبوش ماما، في حاجة مش مظبوطة. يعني لو ما حصلش ده، دي مشاعر تلقائية جدا جدا جدا، زي بالظبط ما واحد يقول لك أنا عطشان فلازم يشرب، طب ما هو عطشان هيعمل إيه؟ هيشرب. نفس الحكاية بالظبط، التصرف ده تصرف تلقائي جدا وطبيعي جدا 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 من أولادنا، من الأولاد الصغيرين تجاه احدث عضو في العيله. طيب المشكله بس في تليفون، لا 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 نجاوب على السؤال بتاع هي المشكله ان الطفل الصغير ده شايف، او الكبير شايف الطفل الصغير على طول في حضن مامته بالزبط. هو بيرضع وهو قريب منها في حضنها، هي بتاكله بتنومه وهو جنبها. فالمعادله دي ازاي الام تقدر فكره التلامس والاحتضان والقرب للام اكتر؟ الطفل الكبير ذكي، حكينا لهم انه انت كمان كان بيحصل معاك كده ما بيصدقوش. ده حقيقي. عايز اقول لك على حاجه، المشكله الرئيسيه هنا في ايه؟ ان ده مكاني. ده مكاني، انت ازاي حد ازاي يقعد مكاني صح. على حجر بابا، ازاي حد ازاي اقدر اقبل من اول لحظه من يوم وليله حد يقعد على حجر بابا بدل مني؟ ازاي حد ياخد حضن ماما غيري؟ ده مكانه الشخصي.
فبيقاتل من اجله، بيقاتل انه الام تعمل ايه يا استاذ ماجي؟ مهم جدا، ما هي غصب عنها لازم ترضع ابنها طبعا. لازم تنومه جنبها في حضنها، فتتصرف ازاي؟ عارفه فكره ال 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 عشان خاطر ما نخليش اطفالنا اعتماديين او ان هم يتملكوا المكان ده، بيبقى الامر محتاج تدرج. بمعنى ايه؟ انا شلت اخوك الصغير عشان خاطر ارضعه، محتاج انت كمان هشيلك وهشيلك في نفس المكان اللي كان فيه اخوك الصغير. بابا قاعد معايا وقاعد يحكي معايا وقعدنا نتكلم شويه مع سوري مع اخوه الصغير، برضه هيقعد معايا ويديني نفس فكره التوازن لكل اب وكل ام. صح. من فضلكم موضوع بسيط، نفس بس اللي بتعمله مع الصغير تعمله مع الكبير. صح. محتاج ملاحظه. ملاحظتي هو معيار قياسي. تمام. هلاحظ انا بعمل ايه مع الصغير وهعمل المثيل ليه مع ابني الكبير، وما اقولش انه لا ما هو كبر وبقى. وبعدين بقى في تعبيرات بقى بتتقال برضو، يعني سامحوني في التعبير اللي هقوله، بايخه شويه بالنسبه لما يتلقاها الكبير. انت بقيت شحط كبير، احضنك ايه؟ طبعا صعب محتاج يتحضن. ابوسك ايه؟ لا ده محتاج يتباس. ده ياما انت نفسك كاب وانت نفسك كام محتاجه انك تاخدي جرعه من العطف والحنيه بالشكل اللي تقبليه والمناسب بالنسبه لك. محتاج. قبل ما نجاوب على استاذه فاديه، معانا تليفونين تاني. معانا الاول منى من اسكندريه. الو. الو مساء الخير. مساء النور. نعلي صوتنا بس شويه يا منى لو سمحتي. حاضر. سلام استاذه فاديه. اهلا بيك. سلام الدكتور. اهلا بيك دكتور ماجد. ازي حضرتك؟ معلش انا عايزه اطرح سؤال بسرعه. انا عندي 3 اطفال، عندي الكبيره 8 سنين والاصغر منها 6 سنين واللي اصغر 4 سنين. في مشكله كبيره ان الكبيره بدات تحس كتير قوي ان انا مشغوله عنها كتير، وان هي دايما عايزاني جنبها وعايزاني ابقى معاها، لكن للاسف انا طبعا ببقى غصب عني مع البيت والولاد واختها الصغيره واخوها، ببقى طبعا مشغوله عنها شويه، وانا عارفه ان دي مشكله، انا عارفه ان انا مقصره فيها، لكن هي بقى في مشكله ثانيه اكتر، هي بدات شويه تبتدي تبعد عن اخوها، بدات طول الوقت هي مش عايزاه جنبها، هي متضايقه منه، هي طول الوقت بتتخانق معاه، ما فيش وقت كده فاني بيلعبوا مع بعض الا لما بعد كده يحصل مشاكل ويتخانقوا مع بعض، طبعا انا مش عارفه ان كان ده طبيعي في السن ده ولا لا، لكن الموضوع بدا يضايقني ويتعبني، وباباهم طبعا حاسس انه في حاجه مش طبيعيه، يعني هي فعلا هل هي ممكن تهتم، يعني هي بتكرهه بجد ولا ده طبيعي في الفتره دي؟ تمام. في السن ده. بس احنا نخصص حلقه عن الغيره، بس سؤالي لحضرتك طبعا انت مش بتفرقي بين الثلاثه صح؟ لا نشكر ربنا، لا بحاول بقدر الامكان. بتحاولي يعني في شويه تفرقه؟ بس بنحاول. خالص خالص ما بحبهم هم الثلاثة جدا طبعا، لكن انا عارفه ان انا غصب عني مش ببقى معاها قوي، انا عارفه طبعا. يعني بسيبها كتير في المذاكره تعتمد على نفسها، غصب عني بطلب منها ان انا تيك كير اباوت هم، يعني طول ما هي معاهم بره في الكنيسه او كده، لكن لما بدات احس ان انا كده بحط لود شويه عليها بدات اقول لها طب اوكي بليز لو سمحت. برافو عليك. حاولي بس تبصي عليها. برافو عليك. في سؤال يا استاذ ماجد، يمكن اخوها الاكبر منها يهتم شويه بالصغيره وكده علشان ما تقلش قوي اللود عليها هي. لا حلو جدا. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، طب خليني اقول لك على تعليق بسيط يعني بالنسبه للسؤال الاولاني لو تسمحي لي. طب استاذنك معلش خليها تقول السؤال الثاني عشان كمان معانا لسه على الخط التليفون الثاني. اوكي اتفضلي اتفضلي يا استاذه منى سؤالك الثاني. اوكي دكتور اوكي. هم في يعني اتجاه كده في العيله ان باباها عايز طفل رابع. هل انا لو يا منى كتير يا منى اتفضلي. هو من الصعيد اكيد على فكره، من الصعيد. انا لسه مش موافقه لسه. هي منى من اسكندريه. ايوه اتفضلي. لكن لو حصل هل هياخد بجد من وقتهم ومن اهتمام، يعني هل هاثر عليهم اكتر بالموضوع ده؟ انا لحد دلوقتي مش ربنا لسه. انت مش قادره على 3 يا منى، هتقدري على 4 ازاي؟ بشكرك جدا يا منى وحالا هنجاوب عليك. معنا ميري من سوهاج. الو. سلام مساء الخير. مساء الخير يا ميري. ممكن انا دكتور؟ اتفضلي هو معاكي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا ابني الكبير 6 سنين. تمام. صغير 4 سنين. 4؟ ستة واربعة. تمام. أنا مش بفرق بينهم يعني كعلاقة، يعني زي ما بعمل ده بعمل ده، بس الكبير حاسس إن الصغير خد مكانه. فأي موقف ده إزاي ياخد مكانه؟ أي موقف هو بس.
ساعات هو... ساعات كتير يحبه ويلعب معاه، ساعات كتير يغدر على طول. طب هو ميري يعني حاجة. يعني ايه السبب اللي خلاه يقول كده، او ايه اللي خلاه يعني انت مثلا عملتي حاجه للصغير ما عملتهاش للكبير؟ هو زي ما انت بتقولي انه مره يبقى كويس بيلعب معاه ومره بيغدر عليه وما بيلعبش معاه، اكيد بيحصل مواقف هي اللي بتوصله للمرحله دي. في اي موقف حاسس ان هو مظلوم. مظلوم هو حاسس مظلوم طبعا. هو الضحيه طبعا، ده مشاعر حقيقيه فعلا. دي مشاعر، دي مشاعر حقيقيه. لا دي مشاعر حقيقيه اللي بتتكلم عنها ميرفت فعلا، دي مشاعر حقيقيه، بيشعر انه مظلوم ومكهور وحقه متاخد منه. طب احنا سريع، طب احنا عايزين بقى نبدا اجابه الاسئله على الناس. فاديه استاذه فاديه الاول فادية. اللي ابنها كانت بتدي له كل حاجه وكانت طول الوقت ما بتديش لاخواته زيه، كبر على فكره الانانيه حتى في التعامل مع زوجته واولاده برضو مستمر في نفس الطريقه. بص دي من دي نتيجه منطقيه جدا انها تحصل يعني. بس مع بس عايزه بتسال عن العلاج. لما السن لما بيكبر وينضج فكره بالشكل ده ويترسخ الفكر ده عنده، ده بيحتاج هو يشعر نفسه ان هو محتاج حد يساعده، ومجرد ما يشعر بده ويحاول يفتش في جلسات مشوره، في دراسه مشوره، في كذا في كذا في كذا في كذا، هنبص تلاقي هو اللي بيوجد العلاج بنفسه. لكن احنا بنتكلم عن اساس، الاساس انه خلاص هو اتاسس على هذا الوضع وبقى ده الاتيتيود بتاعه، ده سلوكه، ده انطباع اللي هو بيتصرف بيه، وغالبا ما بيقدرش ان هو ما بيتغيرش الا اذا هو بادر وقال انا عندي مشكله ومحتاج ان انا اغيرها، ونبدا نفتش عن الاسباب في ده ونبدا نعالجها ستيب باي ستيب وخطوه خطوه كده. دي مبدئيه ودي نتيجه منطقيه جدا جدا جدا. يا امهات ويا اباء من فضلكم خلي بالكم موضوع التمييز والمقارنه الدايمه بين اولادكم نتيجه منطقيه، انه هيكرهوا اخواتهم او يكرهوا شخص اللي بيتقارن بيه او بيتميز عنه. اتنين هيطلع بعد كده شخص اناني ما بيحبش ده نفسه، بيدافع عن احتياجاته. طب استاذه منى عندها ثلاث اطفال 8 و6 و4 وكله ظابط على سنتين يعني. انا عايز اقول ملاحظه مهمه، عايز اقول ملاحظه مهمه قبل ما اجاوب على الاستاذه منى، ان مش هتلاقي حد من الاباء والامهات بابا وماما يقول ويقر اني بميز بين لسه كنت هقول لحضرتك ما حدش هيقول، الكل بيقول انا ما بميزش بس أكيد. وكل الاطفال حاسه ان في تمييز، يبقى في حاجه غلط. علشان كده اذا حضرتك عايزه تعرفي بتميزي بين اولادك ولا لا، من فضلك تسالي طرف ثالث، اقصد يعني ما بينك وما بين اولادك، وفي طرف ثالث بابا مثلا، حد يكون قريب. بلاش التيتا او جده، متحيزين مع الاطفال يعني هيبقى هم يعني فريق كده ملوش علاقه خالص ببابا وماما يعني. بس هي دلوقتي بتقول ان البنت الكبيره بدات تتضايق من اخوها من فتره قليله، مش عايزاه يلعب معاها، مش عايزاه يقعد جنبها. وهي لما حست ان يعني الام لما حست انها بقت بتحمل البنت لود زياده شويه، بدات تقول للبنت الاصغر شويه خدي بالك من اخوكي، فعشان ما يبقاش الموضوع عليها لود. بص يا استاذه سالي، هو مش من فتره قصيره ولا حاجه، انا اقدر اكد لك بنسبه كبيره خالص انه دي تراكمات حاصله يوم عن يوم عن يوم، بس ظهرت فجاه. الفكره الرئيسيه بالنسبه للاستاذه وقتنا انتهى، فعايزين استاذه بس عايزين نجاوب بسرعه استاذ ماجد لاني وقتي انتهى بشكل سريع. من فضلك لما يوصل السن الاكبر بالشكل ده محتاج ان انا اخليه يشعر بالمسؤوليه معايا. تمام. يعني المشاركه. طب تعالي بقى الطفل الرابع اخباره ايه؟ الطفل الرابع دي اليومين دول محدش عارف يربي اثنين وثلاثه ولا يبقى ولا اثنين يعني. طب اخيرا ميري من سوهاج كانت بتسال على انه هو الكبير حاسس انه بيحصل تمييز وانه مش مبسوط. دي مشاعر طبيعيه جدا انها تحصل، من فضلك حاولي تديله وقت، تقعدي تحكي معاه، حتى لو هو رفض في البدايه، مره في الثانيه في الثالثه هيبدا ان هو يخش في حوار، واستثمري فرصه انه اول ما يبدا حوار خلي الخيط ده ممتد، لانه هيبقى مفيد جدا ليكي في الوقت اللي جاي. غير انه كمان خلي نقطه ثانيه مهمه، من فضلك خلي في مشاعر المسؤوليه بس ما تحمليش عليه. يعني مش انت
يعني ما تحمليش فوق طاقته، خلي المشاركه في المسؤوليه هتساعدك كتير جدا في المستقبل. تمام استاذ ماجد، بنشكر حضرتك جدا، استمتعنا جدا واستفدنا بكل كلمه اتقالت النهارده، شكرا لحضرتك. انا اللي بشكركم واتمنى لكم يا رب كده وقت جميل واباء وامهات شاطرين واولاد كمان هايلين مميزين. تمام شكرا جدا استاذ ماجد. لكل ام سمعتنا النهارده خلي بالكم، يمكن ده يكون ده جرس انذار. حقيقه انا لاحظت في كل المكالمات اللي جت الام بتقول انا ما بميزش خالص بين الاولاد، والاطفال حاسين ان في تمييز. هو الطفل اكيد عنده رادار فظيع، يعني الطفل طالما حس بحاجه يبقى اكيد في حاجه غلط. نخلي بالنا ان ما يكونش في تمييز بين الولد والبنت او الاخ واخوه، لان دي فعلا زي ما استاذ ماجد النهارده قال لنا دي بتدمر العلاقه بين الاخوات. استنونا الأربع اللي جاي إن شاء الله في حلقة جديدة من يجدها، هنكون معاكم على الهواء لمدة ساعة من الساعة 4 للساعة 5، وما تنسوش إعادة الحلقات يوم الخميس والجمعة الساعة 2، وتفرجوا كمان أو تابعوا معنا البوست الخاص بالبرنامج على البيج الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك، وإن شاء الله نشوفكم الحلقة اللي جاية.